نحن مع وقف العدوان على قطاع غزة. ما كان يجري هناك هو تدمير للبنى التحتية، تدمير لمنازل المواطنين، اعتداء كبير وحشية على المدنيين الفلسطينيين. لذلك نعم نحن نؤيد وقف هذا العدوان، نحن مع وقف هذا العدوان ضد قطاع غزة وضد أهلنا هناك لوقف هذه المجازر، ويجب أن تلاحق إسرائيل على هذه المجازر. ولكن أنا أعتقد أن مبررات الحرب على التي حصلت او الانتفاضه التي حصلت لا زالت قائمه. المسجد الاقصى يقتحم الان، الشيخ جراح تحت التهديد، المستوطنات بؤرتين استيطانيات انشئن خلال الايام الاخيره اثناء عمليات اطلاق الصواريخ، بؤره في جبل صبيحه وبؤره في خلت شحاده. ستكون هناك انا صمت الرصاص نعم، لكن يجب ان تستمر المقاومه الشعبيه، ونقاط الاشتباك يجب ان تستمر، ويجب ان يتم وضع حد للمشروع الاستيطاني، مشروع التهجير القسري والتطهير العرقي في القدس وفي الاغوار، يجب ان يتم التصدي له. انا اعتقد ان يعني ما حصل في غزه، أنا سعيد أنه توقف القصف على أبناء شعبنا وتوقف التدمير، ولكن أقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تستمر حتى إنهاء الاحتلال وحتى توقف الخطر على مدينة القدس وعلى الشيخ جراح وعلى الأغوار وعلى كل المواقع الفلسطينية. وقف العدوان على غزة هو مكسب كبير، وبدون شك أن الشعب الفلسطيني يخوض ملحمة بطولية، والمقاومة في غزة خاضت هذه الملحمة باقتدار أيضا، ولكن القضية المركزية لا تزال استمرار الانتفاضة الشعبية لإنهاء الاحتلال. يعني الأساس أنه هو مكسب كبير، كسر قواعد عديدة من مفاهيم الأمن الإسرائيلي، ولكن النصر النهائي للشعب الفلسطيني هو في إنجاز التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال. الكرامة للفلسطين بدأت تتعاظم، هذا النصر المحقق في أن يرتبك الاحتلال وأن لا يستطيع أن يتخذ قرار لبدء العدوان وإنهاء العدوان. فرض عليه بدء العدوان بقرار من المقاومة، وكان بتوقيت وإعلان من المقاومة ساعات الضرب، والمقاومة الذي قالت نحن نقرر متى سننهي هذا الرد على جرائم وعدوان الاحتلال. ولكن هناك نصر محقق، نحن الشعب الفلسطيني الذي قاوم في القدس والمقدسات ودافع عن الأقصى المبارك ومنع مسيرات الاحتلال بباب العمود ومنع إمكانية التهجير لحي الشيخ جراح ومنع المسيرة من وصولها لباب العمود، والهبة الشعبية في الأراضي المحتلة عام 48 الذي قامت بتهجير عشرات المستوطنين، كل ذلك يساهم في تطوير أشكال الكفاح والنضال ووحدة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال. هو انتصار للمقاومة حقيقة، ولكن ليس هذا الانتصار النهائي. نحن يجب أن يبنى عليه، وعلى القيادة السياسية أن تبني على هذه الانتصارات الجزئية الذي أعطت رسالة للاحتلال بأن لا يوجد شيء محصن. كل مستعمرات الاحتلال المقاومة في الأراضي المحتلة عام 48 دقتها المقاومة، بالتالي النصر الذي تحقق في 2006 حينما كان العدوان على لبنان، واليوم حينما يكون العدوان على قطاع غزة، الشعب الفلسطيني موحد كان في نضاله وكفاحه وتصديه ضد الجرائم والعدوان وهمجية الاحتلال الذي يتبجح بها نتنياهو في العالم. أعتقد بعد ما جرى ويجري نحن قطعنا شوطا كبيرا إلى الأمام، توحد أبناء شعبنا في فلسطين، في غزة، في القدس، في الضفة الغربية، في الداخل وفي كل مكان، توحدت جغرافيا فلسطين، وفلسطين كقضية استعادت البعد العربي. بالتالي نحن قطعنا شوطا إلى الأمام ولا مجال للتراجع، والقدس أقرب. أنا أعتقد 100% انتصار للمحور المقاومة مجارة، لأن الشعب توحد في الميدان وتوحدت فلسطين، ومن جديد أثبت رؤية واضحة أمام الجميع، ومن جديد هنالك الأمل في قلوب كل الناس. المطلوب أن نستمر في نضالنا، وتكون هذه الحالة الجديدة حالة عامة تفرض معدل جديد على الجميع.